الكثيرون ربما لا يعرفون أنه في منتصف ليلة الخامس من كانون الثاني يمر يسوع المسيح ويزور المنازل، فتسمى هذه الليلة بالعامية بالدايم دايم وباللغة الكنسية بالدنح أو الغطاس. في هذه الليلة تكثر العادات المتوارثة من جيل إلى جيل، فالعديد من العائلات تجتمع لتحضر الحلويات والمأكولات المخصصة لهذا العيد. يعني هلأ عم تحضري غراد الزلابية؟ هلأ الزلابية بنعمل معكرون وبنعمل عويمات، هودي هو خصوصي للغطاس. نحن الساعة 12 بنركع هيدي، هاي كمان عوايد انه بنركع سجود للمسيح لانه هو بيمرق من هوني، وبنضوي كل البيت تبس يمرق يبارك البيت انه ان شاء الله على طول بيضل مضوى. المواطنون ينتظرون انحناء الاشجار عند مرور يسوع منتصف الليل. جبت العجينه عملتها وبدي احط بقلبها كوين، وهي الساعة 12 بيمرق المسيح ببركه، ولما ببركها المسيح نحن الكوين بنخليها بنحطها بقلب الشنطه، بضل بيكتروا المصريات. والعجينه كل ما عجنت بحط شقفه شوي منها خميره تتبارك العجينه. الكنيسه كيف تفسر هذه العادات وكيف تشرح معاني العيد؟ الدنح، كلمه الدنح يلي هي الظهور او الاعتلان، هذا الاله اللي صار الطفل عم يكشف لنا بعماده بنهر الاردن على انه ثالوث، بحلول الروح القدس على الابن الازلي شخص يسوع المسيح، والصوت يلي بنسمعه من السماء الاب السماوي. مثل ما العالم تنطر 12 نص ليل المسيح بيقولوا بمر بتنحني شجر، لكن هيدا عادات منا عادات، ممارسات سميتها تقويه، ولكن ايه بدي اقول انه منا هي من صلب الايمان. نحن بنقصد انه بفجر النهار الجديد نص ليل، بفجر النهار الجديد اللي راح يطلع هو نور العالم يسوع المسيح، لذلك بنعيد بنص ليل. منتصف الليل تقرع أجراس الكنائس، وفي هذا العيد تكثر الاحتفالات بالعماد المقدس، ومهما كانت طريقة الاحتفال ما تنسوا تقولوا دايم دايم على لبنان بالسلام والمحبة والإيمان.